عن هذه الحيثية من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى ميزانا بيد الأمة، قال من والى عليا فهو من أهل الحق، ومن عادى عليا ومن حارب عليا فهو ماذا؟ فهو من أهل الباطل والضلال والردى. تقول أين الحديث؟ فقط للإشارة أشير، وإلا تقدم هذا الحديث مرارا أعزائي. هذا كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء 32 تحقيق شعيب الأرنؤوط في صفحة أعزائي، التفتوا في صفحة 56 رقم الحديث أعزائي، رقم الحديث 19302، الحديث طويل. قال نعم يا رسول الله، قال من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ولهذا العلامة الأرنؤوط في الحاشية يقول إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين. هذا المورد الأول. المورد الثاني وقد أوضحه مفصلا العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني المجلد الرابع أعزائي في صفحة 330 من الكتاب، بعد أن ينقل الرواية يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، رقم الحديث 1750، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. يقول قلت وإسناده صحيح على شرط البخاري، وفي مورد آخر يقول صحيح على شرط الشيخين. قلت سكت عنه الذهبي وهو كما قال لولا أن حبيبا كان مدلسا وقد عنعنه لكنه لم يتفرد به. صحيح أن حبيب كذا، ولكن نعم. لو ما ورد عن حبيب منفردا لا يقبل، أما إذا توبع عليه فلا محذورة فيه كما ذكرنا ذلك مرارا.